تفكير أبنائنا بالوضع المادي أكيد لازم نشتغل عليه منذ طفولتهم المبكرة، يعني طريقة التفكير كيف يتعاملوا مع المال وكيف تتشكل عندهم الثقافة. يمكن هي الثقافة عند الأولاد بتتشكل وبيرتوها من أهليهم. صحيح فاطمة، يعني اليوم الحديث عن موضوع التوفير المالي أو التعامل المالي بالأسرة مع الطفل، كيف بيقدر يبني هي الفكرة عن التعامل بالعملة، عن التوفير إلى ما هنالك، وهل هي حالة من الانتقال من الأهل إلى الأبناء تبعا للحالة المادية تبعا لطريقة التعامل وتعامل الأهل مع هذا الجانب بالحياة؟ كل هذه التفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع الاختصاصية التربوية والتعليمية رولا بريمو يلي صارت معنا ضمن استوديو دامسكو. ميت أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذة. يا هلا. بداية إذا بدنا نحكي كيف فينا نشكل الثقافة المالية عند أو تشكيل الثقافة الاقتصادية عند الطفل؟ بتتشكل هي بالحقيقة أول شيء بالمشاهدة، يعني نحن كتير صرنا مأكدين على فكرة أنه الطفل عنده مرحلة مشاهدة، مرحلة تخزين، بعدين ببلش بقى بيستخدم الشيء اللي عم يشوفه. فمن الطفولة المبكرة مثل ما حضرتك قلتي من عمر السنتين نحن لازم مو نتعامل مع الطفل بالمادة، لازم نحن نتعامل مع بعضنا بالمادة. يعني مثلا مقرر العيلة أنه تروح على سوبر ماركت تروح تتسوق، فنحن نكتب أغراضنا ونحط الأسعار جنب. طبعا إدراك المال والأرقام وهدول بده مرحلة تخزين وبده حفظ وبده مرحلة مهمة، فالطفل بيخزن هاي المعلومات وشوي شوي بقى ببلش بيتعامل معه. إذا فمن الطفولة المبكرة نحن رح نبلش بهذا الموضوع. تمام أستاذ، اليوم يعني لا نقدر نعطي الطفل حرية التصرف المالية بأي عمر، هل بيعتمد على موضوع اليسرة المادية للعائلة أو لا ما له علاقة بغض النظر شو كان الوضع؟ نحن بأي عمر نقدر نعطيه ونفعل هالدور؟ هلأ اليسرى المادية لا ما لها علاقة، لها علاقة الثقافة. يعني نحن كأهل لأي درجة بنؤمن أنه نحن المفروض نغرز بذهن طفلنا طريقة التعامل بالمال وطريقة حفظ المال والادخار والتقسيم. يعني دائما لازم يعرف الطفل أنه في شيء مهم وفي شيء أهم، فهي ما لها علاقة بالمستوى المادي. لا نحن لازم ندرب الطفل هلأ وقت بلش يدرك هو الأرقام، وقت بلش يقدر يتعامل معه نحن بنشتغل بطريقة أعمق بهي الموضوع. يعني هالنوع الفواكه حقه هالقد، هذا حقه هالقد، نحن رح نشتري اليوم هاد، بكرة ممكن نشتري الثاني حسب الميزانية اللي بالبيت. هون بحب شير لبعض الأخطاء اللي بيحكوها الأهل، إنه مثلا عم بهلك لجيب المصاري، ما معي مصاري. هدول العبارات السلبية ما بتعطي أي نفع للطفل. يعني شو يعني عم بهلك لجيب المصاري؟ الولد عايش ببيت وعارفان إنه في نظام معين لهالبيت، في حدا بده يجيب مصاري وهو بده يعيش. فيعني هدول الألفاظ بتعطي آثار سلبية وما إلى أي إفادة ولا بتفيد الطفل بشيء لبعدين. أستاذة إذا بدنا نذكر العبارات اللي فينا نعزز فيها عند الطفل أنه هو يقدر المادة ويتصرف فيها بالطريقة الصحيحة، شو هي ممكن تكون هي العبارة؟ لا هي بالحقيقة تصرفات مو عبارات. يعني نحن وقت دائما الأم والأب مع بعضهم بيكونوا عم بينسقوا موضوع الصرف، وعن جد هذا الموضوع ما له علاقة بالمستوى المالي للعائلة. حتى ولو كانت ميسورة نحن بدنا نحسب مستقبل الطفل، وبعدين بدنا نحسب شغلة أهم، قديش المهارات العقلية اللي عم نعطيها للطفل وقت اللي هو عم يدخل معنا بهي الأمور. يعني هو لازم يلاحظ بشوفنا دائما انه نحن عم نعمل تقسيم للميزانيه، في شيء اسمه ميزانيه، في شيء اسمه انه اولويات، في شيء اسمه نتائج، لحتى هو يتدرب على هدول المواضيع. تمام. اليوم بعض المشاهدات بنشوفها بالسوق انه الولد بيكون مع اهله انه انا ماني مخصص هذا المبلغ لهي القصه اليوم، او الولد يعني الفضول بانه لا بدي هي وبدي هي وبدي هي. هل هذا اسلوب صح انه انا ما اخذ للطفل الشيء اللي بيطلبه بهي المرحله؟ هل هو من ايضا اساليب الاقتصاد والتعامل الاقتصادي المالي بالاسره؟ تمام. هلا انا حكيت اكثر من مره هي انه قبل ما نطلع نحن على السوق المفروض يكون في لائحه بالمشتريات وما نتجاوز اللائحه ابدا. يعني لازم الطفل يعرف انه نحن اليوم مو رايحين نشتري لعبه، فهو لازم يعود نفسه على التاجيل، انه هو بيروح بيتفرج وبعدين بيأجل الشراء. وصدقا انه الطفل كتير قادر يعمل هدول الشغلات. يعني وقت نحن بنقول انه ضلي نق لاشتريت له اللعبه، انا عندي رغبه انه اشتري
له اياها، وانا تركته ينقي شوي بعدين اشتريتها، بس انا عودته شغله كثير خاطئه انه هو ممكن ينقي ليحصل على اللي بده، لا انا قبل ما اطلع من البيت في عندي شروط، اليوم نحن رايحين نعمل هيك وهيك وهيك، نشتري هدول الشغلات، اي شيء ثاني مؤجل بنصمد له وبنرجع مره ثانيه بنشتري. هلا في كثير اطفال بيكونوا متعودين على وضع معيشه معين، ممكن يصير تبدلات معينة، عم نمرق بظروف صعبة اليوم. أكيد عم نمرق بظروف صعبة، فممكن يصير تبدل بهذا الوضع. كيف فينا نرجع الولد أو نعوده على وضع جديد يمكن هو ما له متعود عليه؟ كيف فينا ندخله بهذا السيستم الجديد اللي نحن نحطينا فيه؟ هلا الطفل أسهل مننا بالعودة أو بالتراجع عن بعض هدول الـ 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 يعني الطرق اللي نحن كنا عايشين فيها، لازم يكون نحن عنا احساس داخلي انه نحن في شيء تغير بحياتنا وما بقى نقدر نستمر مثل ما كنا، والطفل بيساعدنا كثير بس بطريقه الحوار، يعني مو اتنكت انا فيه واقول له لا ما راح اشتري لك وهلا ما راح بقدر اشتري لك ونحن تغيرت حياتنا وابكي، لا لا بكل هدوء انا بقعد معه، وهذا بيكون تحصيل حاصل لمقدمه انا عملتها سابقا اني معودته انه هو دائما يدرس مصاريفه. يعني للأسف نحن ما عندنا اياها هي الطريقة، ونحن المحبة التعبير عن المحبة لطفلنا دائما مادية. يعني بكتر شراء الغراض كل ما اجينا حاملين كيس اكبر فنحن بنعتبر انه هذا ايجابي. هلا الموضوع ما انه اقتصاد وما انه نتيجة هي الظروف، الموضوع هي زيادة مهارات الطفل وتعويد دماغه على التخطيط واتخاذ قرار وبعدين رؤية نتيجة القرار. يعني مثلا ابن حضرتك قرر انه بده هي اللعبه، قلت له بابا بس انت اذا اشتريت هي اللعبه ما رح تقدر تشتري البوت الجديد اللي كان عاجبك. وقت اللي بيصر بتشتري له اللعبه بس ما بقى تشتري له البوت ابدا، لانه لازم هو يحس انه القرار اللي اخده كان خاطئ لحتى المره الجايه يفكر اكثر. يعني اتخاذ القرار لازم يكون له نتائج، النتائج يدركها الطفل لحتى ثاني مره يتهدأ قبل ما ياخذ اي قرار. تماما، ويمكن هي الطريقه التفكير هي اللي بتوصلنا موضوع التوفير، موضوع تقدير قيمة المال اليوم. صحيح. في طرق أخرى أنا بخلي طفلي يتعود على موضوع الادخار تحديدا، وخاصة بعمر صغير، يعني كثير بنشوف أو كنا يمكن مرقنا بمرحلة أنه في حصالة عم نجمع فيها. كثير صح، هلا نحن عندنا جني المال وعندنا كمان الحصالة. جني المال أنه أنا عود الطفل من عمر مبكر أنه بدك تعمل تختك بتاخذ بالمقابل هيك. هلا هي مو فكرة مثل ما بيقولوا العالم ماديين أو عم نعلمه انه ما يعمل شيء الا مقابل مال، الحياة هيك، ما فيك تقدم شيء الا بمقابل تاخذ مال، بس انا بخلي فسحة للتبرع والمساعدة، يعني بخلي الجانب الانساني موجود عن ابني، بس ثاني شيء بخليه يعرف انه هو الجهد المبذول المفروض يكون في مقابل له. والحصالة هي سلاح ذو حدين، وقت الام بتاخذ الحصالة وبتتصرف فيها. انتبهوا كثير بنفقد من مصداقيتنا العيديات اللي بتيجي للولد صمدهم بعدين بيطيروا. ممكن ناخذ نصهم او شيء نسرق هيك؟ لا ابدا، ولا ممكن ناخذ شيء بدون معرفه الطفل واذنه، لانه هي ملكيته الخاصه لحتى صحيح. هو يتعود كمان انه يحترم ملكيتنا، هو ما يمد ايده على شنطتنا وياخذ منا مصاري. فنحن بدنا نكون النموذج تبعه يلي هو بده يتصرف بمقابله. فالحصاله كثير ايجابيه، وحتى اذا بيكون يعني بتكون شفافه يقدر يشوف المال فيها ويكون، وابدا مو معناتها انه نحن عم نغرس حب المال له، عم نغرس نحن الطموح انه كل ما اشتغلت اكثر كل ما فيك تسحب مال اكثر، بالاضافه للناحيه الانسانيه اللي حكينا عنها. بدي روح شوي لانعكاس هيئه التربيه على المستقبل بشكل عام، على تخطيط الطفل، يمكن حتى قراراته التعليميه ببعض الاوقات بترتبط بهيئه الثقافه. طبعا، لانه لازم نحن نعرف انه اي دراسه او اي شهاده هي وسيله لتوصلني لحياه كريمه، هي مانا الهدف. فالشهاده اللي ما بتوصلني لسوق العمل بشكل بتقدمني لسوق العمل بشكل جيد هي بالحقيقه مانا شهاده ايجابيه. فهذا التخطيط تبع الدماغ والفكر تبع الطفل هو رح يوصله بيوما ما لحسن الاختيار، يعني هو ما رح يختار انه يكون طبيب لانه برستيج الطبيب كثير، هو رح يختار انه يكون بمكان يقدر يبدع فيه ويسحب اكثر كميه من المال، وما بيكون مادي. كلنا لازم نعترف انه المال هو الهدف يلي بدلني عن النجاح. فانا ابدا ما انه خطا اذا كنت انا عم طور نفسي لاقدر اكسب المزيد
المزيد من المال. بالنسبة اليوم للمصروف المخصص للطفل، أنا قديش بقدر أوازن بين الحالة الصحية للمصروف بين أنا أعطي بكرم أنه خذ والله المبلغ المعين وأعمل فيه اللي بدك إياه، قديش بتأثر أو تأثيرها بيكون على شخصية الطفل؟ أنا بس بدي وقف عند كلمة كرم، هي كلمة كتير مطاطة وكلمة عن جد أنا برأيي ما أنا إيجابية. يعني ما في حدا كريم بالمطلق وحدا بخيل بالمطلق، ممكن الكرم يكون إسراف وممكن يبخل يكون اقتصاد. فأنا مثل ما أنا شايفة الشغلة هلأ، هو في موروث يعني في جينات بصفة البخل وفي جينات أكيد، بس هي الفكرة. بس عفوا أنا تهت عن السؤال، إنه اليوم وقت أنا أعطي الطفل المبلغ الفلاني وتصرف فيه، لك حرية التصرف، وبأي وقت يعني أو أي عمر أو مرحلة عمرية بيكون تأثيرها سلبي أكبر من غير مراحل؟ هلا اول شيء لازم اربط العطاء بفتره زمنيه، يعني اذا لازم يعرف هو انه مثلا انا بالاسبوع مره بدي اعطي، فهو بده يتعلم يقسم مصروفه على اسبوع. انا بشكل يومي خطا، الخرجيه اليوميه خطا. هلا في كثير مدارس تربويه هي اساسا ضد الخرجيه، يعني بتقول لك انه لا هو لازم يتعود يقدم شيء وياخذ مقابله. هلا اذا نحن وافقنا انه يكون في خرجيه لازم يكون في ربط بالزمن والتزام بالمبلغ وما يكون في فرط بالكمية، يعني في نظام محدد. نظام محدد، وحتى لو أنا كنت مقتدرة لازم أنا راعي إنه كتر المصاري بتوصل لمحلات سيئة. فأنا لازم أعرف إنه لأنه بيصير في بطر، ما في قيمة للشغلات، وهذا ما نو صح وما نو كرم أبدا مع الطفل. ونحن مع إنه نحن مثلا خلال أسبوع إنه هذا المبلغ مخصص لهذا الأسبوع ما في غيره. كثير منيح لحتى يخطط ويعرف كيف يصرف، وقت يصرف كل شيء بيبقى بلا مصاري، لحتى تاني مرة يرشد مصروفه خلال الأسبوع. تماما. هذا بدنا نشكرك على كل هالمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وعلى أمل يصير عندنا ثقافة عند الطفل وعند أهله كيف ينظموا هاي الأمور المادية عند الطفل. كلك شكرا لتواجدك معنا. عفوا. شكرا لك استاذه رولا، شرفتينا اليوم، واكيد يعني دائما صحه الاطفال وسلامتهم وحياتهم الكريمه هي هم للجميع سواء كنا كبار او صغار. كل الشكر لوجودك معنا اليوم. عفو.